رئيس الائتلاف السوري المعارض بالانسحاب من جنيف إذا تقدم الأسد للانتخابات الرئاسية. رغم التفاف المعارضة السورية حول مطلب رئيسي يتمثل في شعار لا مكان لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية، تأخذ حكومة دمشق خطواتها نحو انتخابات رئاسية من المقرر إجراؤها بعد أقل من 4 أشهر. ورغم أن البنود التي أقرها مجلس الشعب السوري تتيح نظريا وللمرة الأولى منذ عقود إجراء انتخابات تعددية، إلا أنها تغلق الباب عمليا أمام ترشح قيادات المعارضة المقيمة في الخارج، إذ ينبغي أن يكون المرشح قد أقام في سوريا لمدة متواصلة خلال 10 أعوام الماضية. هذه التطورات قوبلت بعدم ارتياح من جانب المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الذي أفصح عن شكوكه من أن المعارضة السورية قد لا تشارك في عملية جنيف حال إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا. قبل أي شيء، ما أعرفه أن دمشق لن تعلن رسميا بعد عن موعد دقيق لإجراء هذه الانتخابات، ولكن إن جرت أعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة، وهذا ما قلته مرارا. وبالفعل تأكدت شكوك الإبراهيمية عندما لوح رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد الجربة بأن الائتلاف سينسحب من مفاوضات جنيف حال إعلان الأسد خوضه الانتخابات. في المقابل أكد السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن هذه المسألة تتعلق بالسيادة ولا يمكن أن يقررها غير الشعب السوري. نحتاج لسماع تفسير لمسألة إرسال النظام السعودي والقطري والتركي لهؤلاء الإرهابيين، وهم يتحملون مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وبعضهم يجلس في مجلس الأمن. وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الأولى في ظل الدستور الجديد الذي تم إقراره في عام 2012، وبمقتضاه ألغيت المادة 8 التي كانت تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة. هذا وقد أكدت الخارجية الروسية أن روسيا تعتزم تزويد سوريا بمزيد من الآليات المدرعة والأجهزة الإلكترونية من أجل تسريع عمليات تخلص سوريا من الأسلحة الكيماوية. ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما يزيد عن 146 ألف شخص أكثر من ثلثهم من المدنيين قتلوا في الحرب السورية التي تدخل عامها الرابع هذا الشهر. في غضون ذلك، أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن قوات الجيش الحر استهدفت قوات النظام في حجز طعمة بمحافظة ريف دمشق، كما تعرضت مناطق عدة في محافظة دير الزور شرقي سوريا لغارات جوية أسفرت عن تدمير عشرات المنازل حسب ما ذكر ناشطون. هذا وقد نددت الأمم المتحدة بكارثة إنسانية غير مقبولة يعانيها اللاجئون السوريون الذين تخطى عددهم بسبب النزاع المستمر منذ 3 سنوات في سوريا 9 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة. وصرح رئيس المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 2.5 مليون سوري آخرين ينتظرون تسجيلهم على قوائم اللاجئين في الدول المجاورة، ليتجاوز هذا العدد عدد اللاجئين الأفغان كأكبر مجموعة من اللاجئين في العالم. ودعت المفوضية العليا للاجئين أوروبا وأمريكا الشمالية ودول شرق آسيا إلى استقبال 30 ألف لاجئ سوري على الأقل هذا العام، ومائة ألف آخرين خلال العامين المقبلين. وفيما يخص أيضا الملف السوري، ولكن على الجانب اللبناني، ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس بشمال لبنان إلى 4 قتلى وأكثر من 35 جريحة. كانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين منطقتي جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وباب التبانة ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة السورية. هذا وقد فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا بين المنطقتين للفصل بين الجانبين. و
وإلى الجزائر نتحول، حيث أعلن المجلس الدستوري في الجزائر قائمة بأسماء المرشحين الستة الذين سيخوضون انتخابات الرئاسة الجزائرية والمقرر إجراؤها في 17 إبريل القادم. وبذلك سينافس 5 مرشحين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرغب في فترة رئاسية رابعة، حيث عين في وقت سابق رئيسا لحملاته الانتخابية ورئيسا جديدا للوزراء. وقد أعلنت الرئاسة تغييرا على مستوى رئاسة الحكومة بما يسمح لرئيس الوزراء عبد المالك سلال تولي إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة كما حصل في 2004 و2009. من جانب آخر، ومنذ الإعلان عن ترشيح بوتفليقة إلى الانتخابات الرئاسية، نظمت تظاهرات صغيرة عدة في البلاد لتقول لا لولاية رابعة. وتظاهر الخميس جمع عيونة في العاصمة الجزائرية ودعوا إلى تغيير النظام. يأتي ذلك غداة قيام الشرطة بمنع تجمع لقادة أحزاب من أنصار مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وقد اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين، وتنوي إحدى حركات الاحتجاج السياسي تنظيم تجمع حاشد غدا السبت في العاصمة للمطالبة بعملية انتقالية ودستور جديد لإقامة الجمهورية الثانية. بانوراما النيل ما زالت مستمرة مع حضراتكم وفيها، ولكن بعد قليل. خلال لقائه كيري لافاروف يصف الأزمة الأوكرانية بالمعقدة. احتجاز 70 مصريا في ليبيا والخارجية تكثف جهودها للإفراج عنهم. غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة رغم اتفاق التهدئة. دمشق تقول إن الإبراهيمي تجاوز مهامه بالحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية. والآن مع وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، الأمير داود لديه التفاصيل. تفضل. شكرا الأمير. محمد شكرا دين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما فيها بعد الفاصل. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي، ورأس مالها السوقي يربح نحو 3 مليارات جنيه. سجلت البورصة المصرية ارتفاعا بشكل جماعي لمؤشراتها خلال الأسبوع المنقضي، وربح رأس مالها السوقي نحو 3 مليارات جنيه. ووفقا للتقرير الأسبوعي للسوق، فقد بلغ إجمالي التداول نحو 6.6 مليار جنيه مقارنة مع 7.9 مليارا في الأسبوع السابق عليه. أعلنت وزارة الصناعة التونسية أن صادرات زيت الزيتون قد تراجعت خلال الموسم الحالي بأكثر من 70% مقارنة بالموسم الماضي، لتراجع الإنتاج بأكثر من 63% بسبب الظروف المناخية وقلة الأمطار. ويمثل زيت الزيتون نحو 47% من الصادرات الزراعية لتونس و5.5% من إجمالي صادرات البلاد. وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في صادرات زيت الزيتون، إذ
تصدر في العادة نحو 70% من إنتاجها البالغ نحو 165 ألف طن سنويا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن ميزانية البلاد سجلت عجزا بلغ نحو 193.5 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين. يأتي هذا في حين ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة بلغت نحو 3% الشهر الماضي، وشملت الزيادة معظم الفئات. يذكر أن ميزانيات الأسر تحسنت منذ بدء التعافي الاقتصادي قبل حوالي 5 سنوات بفضل ارتفاع قيمة المنازل وأسعار الأسهم وتحسن الأجور. زاد معدل توظيف في منطقة اليورو للمرة الأولى في نحو 3 سنوات في الربع الأخير من عام 2013، الأمر الذي يعزز من علامات التعافي التدريجي لاقتصاد المنطقة. وزاد التوظيف في المنطقة بنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2013 بعدما ظل مستقرا في الربعين السابقين. وشهدت إسبانيا زيادة في التوظيف بنحو 6% في الربع الأخير مقارنة مع الربع الثالث، كما زاد التوظيف بنسبة 2% في اليونان التي يبلغ معدل البطالة فيها نحو 28%، وارتفع معدل التوظيف في البرتغال لنحو 7%. أعلنت مصادر إعلامية أن بنك باركليز البريطاني يخطط للاستغناء عن آلاف الوظائف في إعادة هيكلة شاملة لوحدته للاستثمار المصرفي، وربما يغير رئيسها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت المصادر أن تخفيضات الوظائف من المتوقع إعلانها قبل الصيف في إطار استراتيجية جديدة مع محاولة البنك للتعامل مع ارتفاع التكاليف وهبوط الأرباح. وأعلن باركليز في فبراير الماضي أنه سيخفض من قوته العاملة بما يصل إلى 12,000 وظيفة هذا العام، على الرغم من أنه زاد مكافأة العاملين في أنشطة الاستثمار.